أحمد زكي لغاية ما مات وأقول شهادة أمام الله بقى دي فعلا وأحاسب عليها، لم يحب أحد غير هالة فؤاد، وكل حب اقترب منه كان يبعد في آخر لحظة. كل واحدة كان يقرب منها يروح هربان في آخر لحظة. في إحدى النجمات اللي يعني خلاص عزمت الناس والفرح أمال إيه؟ وفي الآخر هرب ما راحش، فراحت اتجوزت تاني يوم حد تاني. طبعا لأنه هو مين؟ لا لو نكشنا هنعرف يعني كده كده عم نحكي يعني. لا السيدة الفاضلة نجلاء فتحي. نجلاء فتحي طبعا طبعا، وما كانش بيديها فرصة انها يعني 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 هي بتحبه وهو بيحبها وبيعمل اقصى ما في جهده ان هو يسعدها، بس كل ما يفكر ان هو يقرب للزواج والارتباط في حاجة حيشاه حبه لهالة. هو قالها لي والله العظيم، قالها لي هو في دار هم في دار الحق الاثنين. قال لي يا عشوب انا عمري ما هلاقي بنت اطهر واعظم من هالة فؤاد. ده شهادته ليها رحمة الله عليها. قال لي الست دي انا بعتبر انا فتى احلامها وفارس احلامها وانا اول واحد اقتحم حياتها وانا وانا وانا. كان يقعد يحب يجيب سيرتها معايا كتير لان عارف ان انا صاحبها. وقطعا هي كانت نفس البشاعر. خاف من الارتباط بنجلاء؟ من كتير. ورده برضو الفنانه ورده طبعا كمان تقرب من ورده. كان نفسه ليه يرتبط بورده. ليه؟ هرب برضو. والله. طب خايف من ايه؟ خايف من فكرة الارتباط ولا من بيحس ان هو بيخون هالة فؤاد. اقسم بالله. أنا طيب حب الستات دول حبهم للستات؟ حب وردة حب نجلاء؟ هو حب نجلاء. حب نجلاء. طبعا حب نجلاء. هي حبته؟ ما في شك ان استحملته كتير. الست دي عظيمة، استحملته كتير فعلا. استحملته وديته فرص كتير. استحملت ايه فيه؟ استحملت الجنان، واستحملت ان هو يقول لها انا خلاص والشهر الجاي نتجوز، الشهر الجاي نعمل شهر. طيب حاضر حاضر حاضر، وتسمع كلامه وهو ولا هنا. لا لا هو 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 احمد زكي كان يعني ارتباطه بهالة فؤاد ارتباط غير عادي. اقسم بالله. حبها لوردة؟ لا مش هقول حب، لا لا هو كان عايز كل ما يفكر يقول لك مثلا اتجوز ورده، فدي ورده دي ورده شو، واحمد زكي يتجوز ورده والى اخره شو. انما لما حس ان المساله هتخش في الجد هرب برضو. بس بفكر بالكلام الشو، احمد زكي يحتاج شو؟ ما هو شو بحد نفسه. لا والله احمد زكي لو عشتي لو شفتيه احمد زكي زيه زي اي حد خلقه ربنا. انا مره راجع انا وهو احنا بنعمل زوجة رجل مهم وراجعين من المنيا في القطر، فنزلنا في محطه الجيزه، فماشيين انا وهو ان حد يبص لنا او حد يعرفه او حد يشاور عليه مفيش. قال لي بص يعني في نجم يبقى كده، في نجم الناس ما تبصلوش كده، انما ده لو حسين فهمي دلوقتي ماشي كانت زمان البنات بتقطع وبتقوم عليها. انا بص شوف ضوافري. لا هو كان يتعايش عمر احمد زكي ما تعايش كنجم ابدا. وبعدين كانت الناس تشوفه ساعات يبقى متقمص شخصيه، هو بيبقى متقمص الشخصيه اللي بيمثلها، بس يعني هو مش كده على الحقيقه. هو مش كده مش كده. لو دخل يعمل انور السادات يبقى انور السادات الإماءة وبالبتاع، لو عبد الناصر ده هو بيعمل عبد الناصر. خبط عليه وقال له اتفضل يا استاذ احمد، راح فتح الباب قال ما فيش حاجه اسمها الاستاذ احمد، اتفضل يا سياده الرئيس، وبيقولها بجد ومش زعل. يعني لازم تخاطبيه على انه هو جمال عبد الناصر، او تخاطبيه على انه هو انور السادات. خلاص عايش لفنه، عايش حياته لفنه، وكده في البيل بواب نفس الشيء. البيل بواب ده كان هو رفضه. البيل بواب ده كان فيلم الاستاذ عادل امام. عارفه اتعرض عليه ورفضوا احمد صح. ورفضوا احمد زكي صح. كنت اعمل له الشنب وارسم له العصافير والبتاع، والله اقسم بالله يا استاذ رضا الاقي فطول وشكله اتغير
لدرجه كنا بنصور في عماره في الزمالك قدام نادي الجزيره. فاحدى السفراء الكبار اللي يظهر على المعاش ماشي كلب بيقولوا كده رايح دخله نادي الجزيره. فمعدي فاحمد زكي حاطط رجل على رجل، وطبعا رجليه السوداء وحلوه ورفيعه والجلابيه مقطعه وشكله والطاقيه، فما نزلش رجله. فالراجل بص له كده قال ايه الاشكال اللي بيجيبوها لنا كل يوم ده؟ قال له فاكرك البواب. الله يرحمه.